للوقوف على التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني ينضم إلينا من إبل الساقي من هناك مراسلنا مراد البطوش. أهلا بك مراد، كيف يبدو المشهد صباح هذا اليوم؟ يعني صباح هذا اليوم إعلان من حزب الله عن استهداف موقع المرج. قال حزب الله خلال هذا البيان أنه حقق إصابات وقتل ما بين الجنود الإسرائيليين. ما يلفت في هذا البيان أنه يأتي بعد ساعات من عملية اختراق أجهزة لاسلكي في الموجة الثانية يوم الأربعاء يوم أمس، بالتالي هذا يأتي وفقا لنقطتين أساسيتين. الأول أن حزب الله يتحدث عن مقتل عدد من الجنود، كانت البيانات السابقة خلال الفترة الأخيرة تشير دائما إلى تحقيق إصابات مؤكدة دون الحديث عن قتل الجنود الإسرائيليين. المسألة الثانية في هذا البيان أن حزب الله يقول إن هذه العملية التي أجراها اليوم هي ضمن جبهة الإسناد، بالتالي هذا مسار منفصل تماما عن عملية الاختراق ليومي الثلاثاء والأربعاء التي جرت من قبل إسرائيل واستهدفت أعداد كبيرة سواء من مقاتلي حزب الله أو من بين المدنيين. أيضا هذا يأتي بعد ساعات من استهداف وغارات إسرائيلية متلاحقة على بلدات في الجنوب اللبناني في القطاع الغربي في القطاع الأوسط. قالت إسرائيل بعد ذلك أنها استهدفت أسلحة ومواقع لحزب الله. هذا يأتي في سياق العمليات التقليدية والاعتيادية ما بين الطرفين. اللافت اليوم بأن ما أحصيناه من عمليات نعي لحزب الله لمقاتلي وصلت إلى 20 خلال عملية الأربعاء الموجة الثانية من استهدافات اللاسلكي. إن وضعنا هذا الرقم ضمن الأرقام التي قالت عنها وزارة الصحة، وزارة الصحة تحدثت عن 20 شهيدا وحزب الله ينعى 20 شهيدا، بالتالي إن لم يكن أي منهم متأثرا بجراح من موجة الثلاثاء فإننا نستطيع القول بأن جميع من قتلوا يوم أمس هم من عناصر حزب الله اللبناني، إلا إذا كان هناك من تأثر بجراحه. اليوم هناك كلمة لحسن نصر الله يتحدث فيها بعد ساعات من الموجة الثانية من الاستهداف، كلمة كانت قد قررت بعد أو بعيد الموجة الأولى من عملية الاستهداف لمعرفة الإطار العام وكيفية رد حزب الله. اليوم الصحف اللبنانية ذهبت إلى الاعتراف بضخامة ما حدث بصورة حزب الله وقالت بأن الرد قادم لما حالة، هذا الرد من أجل ترميم صورة حزب الله وأيضا للعودة إلى قواعد الردع ما بين طرفين. تقول بأن التصعيد ربما يكون قادم، ومع ذلك رغم أن هذه الصحف المقربة من حزب الله تشير إلى هذا التصعيد القادم، لكنها تقول ربما يبقي حزب الله خيار الحرب بيد إسرائيل، ربما ذلك لاعتبارات داخلية داخل لبنان. لكن نستطيع أن نقول بأن ما جرى اليوم في الجبهات الجنوبية جاء ضمن سلسلة من عمليات متبادلة ما بين الطرفين، لكنها تأتي ضمن جبهة الإسناد. لا يوجد هناك خرق لقواعد الاشتباك المعمول بها حاليا منذ 8 أكتوبر، لكنها تأتي في سياق منفصل ومنعزل. وكان حزب الله في وقت سابق قد أصدر عدد من البيانات تحدث فيها عن أن هذه الجبهة مستمرة وبأنها ضمن مسار مختلف تماما عن الرد المنتظر الذي سماه بالقصاص العادل. أيضا مراد، الجيش الإسرائيلي أعلن مهاجمة مبانٍ عسكرية ومستودعات أسلحة لحزب الله في 7 مناطق لبنانية، ما تفاصيل ذلك؟ هذا تم يوم أمس في ساعة متأخرة من يوم أمس. هذا لا نستطيع أن نقول بأنه إطار مختلف للعمليات المتواصلة. كان هناك استهدافات لبلدة شحين، كان هناك لعيترون في القطاع الأوسط وعدد آخر من العمليات. دائما وأبدا يكون أو تكون هذه الغارات التي ينفذها طيران الحرب الإسرائيلي سواء بمسيرات أو بصواريخ أو حتى بقصف مدفعي، ثم يعلن بعد ذلك الجانب الإسرائيلي بأنها استهداف لمنشآت وقواعد عسكرية. بالنسبة لحزب الله لا يخرج بيان بالعادة من حزب الله للحديث حول هذه النقاط، لكن إن سقط أي من عناصر حزب الله خلال تلك العمليات يتم الحديث عن ذلك. وبالتالي هذه العمليات التي استمرت في ساعات متأخرة من الليل، وكان هناك تحليق أيضا للطيران الإسرائيلي على مستويات متوسطة ومنخفضة أيضا لتنفيذ مثل هذه الأهداف، لكنها ما زالت ضمن الأطر العامة لقواعد الاشتباك المعمول بها حاليا بين الطرفين منذ عام تقريبا. في المقابل كان اليوم
يوم بعد عملية المرج أو خلال أثناء عملية المرج كان هناك عملية قصف فسفوري أيضا طالت عدد من المناطق من ضمنها مركبة ورب الثلاثين. بعض المصادر تحدثت عن أن الجانب الإسرائيلي صنع أدخنة وساترا من الدخان من أجل عمليات إجلاء وسحب لجنوده من الجانب الإسرائيلي، لكن ما زلنا نتحدث حتى هذه اللحظة عن الوضع الاعتيادي التقليدي لطبيعة هذه المواجهات ما بين الطرفين، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن عملية استثنائية باستثناء ما قال حزب الله إنه حقق بخلال عملية استهداف المرج قد أسقط عدد من القتلى والجرحى دون أن يحصي ذلك. هذا يعتبر أيضا قد تحقق خلال الأشهر الماضية، لكنه يعتبر اعتراف من قبل الجانب الإسرائيلي بوجود إصابات على أقل تقدير نتيجة لهذا القصف من قبل حزب الله. شكرا. بما قال إنها بالأسلحة المناسبة. شكرا مراد على هذه الإحاطة.